أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أسعد الله مساءكم. يتجدد بنا اللقاء دائما كل يوم ثلاثاء وصوت الناشئين في تمام الساعة 11 مساء. زي دايما ما تعودنا، برنامجنا هو بيهتم بكل قضايا قطاعات ناشئين مصر، سواء دي الدوري الممتاز أو مراكز الشباب، كل ما يخص المنظومة الرياضية في قطاعات الناشئين. طبعا معايا هيكون ضيوف يعني مميزين جدا. هنلقي الضوء النهارده على قطاع كبير، قطاع نادي حرس الحدود. هيكون في ضيافتنا نجمين كبار هنعلن عنهم في وقتها، وهيكون معايا مفاجأة النهارده برضه لاعب باريس سان جيرمان والمنضم للمقاولون العرب. اسمحوا لي هطلع للاخبار ونرجع لكم على طول. الاخبار: الفنان هشام عباس يحيي حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين. تنطلق يوم الخميس المقبل بطولة نادي الصيد للناشئين بحضور كوكبة من المشاهير ونجوم الكرة المصرية أمثال حازم إمام وأحمد حسن ومحمد شوقي وأحمد متعب، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين، وحفل الافتتاح كما ذكرت الفنان هشام عباس. سموحة يضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الملقب بخليفة سعد سمير رغم رفض فيلر رحيله. أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تعاقد نادي مع اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور. الأهلي يطالب مدافع السيراميكا رسميا. أرسل النادي الأهلي فاكسا رسميا لنادي سيراميكا كليوباترا ضم الناشئ علي الملواني على سبيل الإعارة. الكابتن مدحت عبد الهادي انتظر طفرة كبيرة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك. حرص الكابتن مدحت عبد الهادي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك على الاشاده ببعض اللاعبين المميزين في القطاع، وقال انه بالتعاون مع ايمن عبد العزيز الكابتن ايمن عبد العزيز مدير القطاع سيكون هناك طفره كبيره في الفتره القادمه خاصه بعد تصعيد اكثر من لاعب. الكابتن محمد رضوان يجتمع دائما بالكابتن عماد النحاس لاختيار افضل عناصر لكي يتم تصعيدهم للفريق الاول، وبالفعل تم تصعيد وعمل عقد للاعب محمد احمد حارس مرمى 2001 الشهير بسيحه، وانضم الى الفريق الاول خلال الفتره الماضيه. اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع، وبعدها هنستقبل نجم باريس سان جيرمان المنضم حديثا لنادي المقاولون العرب. بعد الفاصل انتظرونا. ورجعنا لكم من جديد، ومعايا يعني زي ما انا قلت مفاجأة الحلقة. معايا لاعب عاش واتولد في فرنسا، لاعب لباريس سان جيرمان، لكن من عشقه وحبه لمحمد صلاح أصر انه يجيب والده القاهرة ويرجع تاني يبتدي من نادي المقاولون العرب. برحب بالبشمهندس مصطفى السجيني. أهلا وسهلا، نورتنا في صوت الناشئين يا باشمهندس. أهلا بيك. أهلا وسهلا. طبعا اللغة عندي ميدو العربي يعني صعبة جدا، فهو ايه يعني احنا بنرحب بيك يا ميدو لانه ما بتكلمش عربي خالص. احكي لنا كده بقى عن بداية ميدو، واولا انا بحب اعرف الناس برضو ان يعني ابن الوز عوام ان الكابتن المعز مصطفى السجيني كان بطل مصر في البوكس. بس ده من سنة 80 ل 90. من 80 ل 90. يعني احنا عايزين نعرف برضو ميدو، يعني اتكلم معايا بدايته ايه، يعني احكي لنا كده تفاصيل. ميدو لاعب وعنده 6 سنين، لاعب تبع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان بيقعد فرقه صغيره ولانتاجه هو، فهو لعب لحد سن 15 سنه، وبعد كده هو بيعشق المقاولين العرب عشان طلع منها محمد صلاح. فهو كان بيتمنى انه يلعب في المقاولين العرب، وانا حبيت حاله امنيته. بس بعد ما حصل له دروب هناك في فرنسا، والدروب ده قعده 5 6 شهور من غير لعب. وبعد كده انا كلمت اصدقاء ليا في المجال بتاعنا مجال الرياضه، فقالوا خلاص هو ينزل المقاولين العرب. انا اتكلمت معاه فهو رحب وفرح جدا. كانت امنية حياته زي ما انت فرح جدا انه ينزل المقاولين العرب.
وطبعا الحمد لله النهارده بيتدرب كويس وبقى حاجه كويسه، والفضل يرجع للكابتن انا عايز صبري. اوضح طبعا ان هو يعني القيد كان خلاص بالنسبه للقوائم في قطاع الناشئين كانت كان قافل. اتقفلت، لكن ميدو مواليد 2003 ومقيد في فرقه ال2000 الاستثماريه اللي بيقودها الكابتن صبري سمير، اللي بنوجه له كل الشكر وبنتكلم عنه كتير لانه فعلا يستحق الاشاده. لكن سألنا ميدو كده، يعني قول له بيمثلك ايه بقى محمد صلاح في حياتك كده؟ ميدو اتوت تدور محمد صلاح بالزفوة دي موا اتوت بانس كوا بورتوا ها ماتنو تبانس كوا با ما جاري بيان جوي افيك لوي بلو تار ها اون جوي افيك لوي تو با on va faire un match et tout, on va écouter l'entraîneur qui va dire quoi et tout, hein? Après l'entraînement, hein? On parle, on rigole et tout, mais pendant l'entraînement, on n'a pas rigolo, rien. On fait l'entraînement. Ah, d'accord. Pour être futur joueur, pour être plus mieux et tout. C'est tout. بيتمنى انه يكبر ويلعب مع محمد صلاح عشان هو بيعشق محمد صلاح، والضروب اللي حصل له في فرنسا ومشاكل اللي حصلت له هناك وكده. انا عايز اضيف كمان مع احترام لقطع كلامك يا باشمهندس مصطفى، هو يمكن في الكلام باشمهندس مصطفى بيقول دايما الضروب اللي حصل في فرنسا. انا عايز اوضحه بس للساده المشاهدين ان طبعا الدروب ده ان ميدو يعني الحمد لله رب العالمين ملتزم جدا دينيا ومسلم جدا. كانوا بيلعبوا في بطوله في رمضان وفي باريس سان جيرمان، فاصر المدرب ان هو يفطره وهو رفض، فهو ومجموعه من المصريين المقيمين هناك، لكن طبعا هو رفض. البعض المصريين المقيمين اللي بيلعبوا في باريس سان جيرمان فطره، وهو طبعا ابتدى يشتكي للاداره في باريس سان جيرمان ان هو يعني بيتكلم ان هو يعني هو ميدو قال ان هو بما معناه مدير فني او مدرب عنصري شويه. فانا بحييه على التزامه وان هو عنده ثبات على قيم معينه وتوارثها من خلال والده، بالرغم ان والدته فرنسيه لكن هي برضه حافظه للقران ومصلية جدا. انا حبيت اوضح لان انت دايما لازم السادة المشاهدين يعرفوا الدروب، انت قلت مرتين دروب فانا بوضح للسادة المشاهدين الدروب اللي انا اعرفه. بس هو دلوقتي من كلامه دلوقتي اللي بيقول لك انا مبسوط جدا ان انا بلعب في المقاولين، وعنده امنية ان هو يلحق محمد صلاح ويلعب معاه. يا رب. قول لنا بقى ايه الفرق كده في التدريب، يعني سألنا ميدو كده ايه الفرق في التدريب هناك في باريس سان جيرمان والتدريب هنا في نادي المولين او في مصر بشكل عام. سي بو لا با تونور لا با وي سي سكيل بروبليم سكيل بيان و لا با سي سي كوا با سي اون ايجيبت كي لي ميو هان بور بور اتر بون فوت بور اتر بون فوتبولور اي تو هان بور اتر بون فوتبولور اي تو داكور هان. Dans ce club-là, Arabe Protracteur, il va mettre les joueurs dehors, dans un autre pays, un autre club. Ici, Moulin. Oui. D'accord. Il dit que هناك العملية بتبقى اللعب هناك سهل، يعني باص وحات وكده. هنا في المولين هو بيعتبر هناك ناحيه تعليميه. انا فاهم ان هو بيقول ان هنا الموضوع تعليمي اكتر من هنا هو مساعدات. يعني كل واحد بيعتمد على نفسه الفرديه في الاداء على نفسه جامد، بس هو مبسوط جدا في المولين وبيلعب، وهنا الشغل اكتر الشغل اكتر والتمرينات اكتر. وكمان على اساس انها مسابقات وبدني ويعني احمال، يعني انت متابع الدوري المصري؟ طبعا متابع الدوري المصري طبعا.
مين بقى بيعجبه في اللعيبه المصريين؟ مين بيعجبك؟ تسكي اللي جوي ايجيبت بتوت اللي بيان بورتو. انا جبته اشتغل. وي جبته وي. ده مو كلوب؟ نو 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 ده انا اخو كلوب. توت غردت توت المنتخب انديه. سي كومون سابيل؟ رمضان صبحي. رمضان صبحي. رمضان صبحي. كهربا. عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. لا هو بيحب رمضان صبحي قوي وبيحب كهربا. كهربا ورمضان صبحي فعلا. وانا بتفق معاك يعني يعني رمضان كمان يعني ربنا يشفيه من الاصابه ان شاء الله. قول له بقى يعني يعني المدربين مثلا اللي بيتفرج عليهم في الانديه الاوروبيه مين بيعجبهم المدربين وفكره في الملعب؟ سكيد نوخ بور توت ليكيب اوروبيان. اوروبيان سي soit comment s'appelle Didier Deschamps ou soit Colombe aussi non ça c'est Angleterre oui non toute l'Europe Europe club et Zinedine Zidane ouais c'est bien Mourinho Zia Mourinho et c'est tout C'est tout. Ou les joueurs, quel joueur bien pour toi? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Neymar, Matuidi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Pogba, tous les joueurs. Mais à part Messi. Messi, non. Je n'aime pas Messi. Moi, je n'aime pas Messi. باشمهندس مصطفى يعني انا عايز بالنسبه لباريس سان جيرمان هل في المرحله السنيه اللي هو بيتمرن فيها هنا هل هناك دي مسابقه ولا مرحله تعليميه؟ لا يعني هل السن ده بيلعب بطوله بيلعب دوري زي اللي بيلعبوا دوري دلوقتي بيلعبوا دوري دلوقتي بيلعبوا دوري طيب انا يعني انا نفسي اقول كلمه عربي يعني بيجي لي رسائل بيقولوا لي عايزين نسمع هو عارف الحمد لله كلم شويه عربي يعني انا اما اقول له عامل ايه ميدو يقول لي الحمد لله كلم معايا يلا كلم معايا عامل ايه ميدو الحمد لله هي ده بخير انا سعيد بيك جدا الله يخليك وان شاء الله نتمنى ان هو ميدو انا تابعته لعيب كويس جدا وان شاء الله يحقق امنيه حياته ويلعب مع الكابتن محمد صلاح وانا عندي كلمه عايز اقولها لحضرتك انا يعني انا هديك الكلمه وقول كل اللي عندك معاك دقيقه انا اتمنى هنا في لعيبه كتير حلوين وفي يعني بمشي في الشارع ببص في الشارع بشوف لعيبه كتير حلوه قوي ولعيبه جميله جدا واشبال صغيرين انا نفسي مصر تهتم بالاشبال دولت زي البرازيل النهارده كل راس مالها كله من الاشبال استثمار استثمار طبعا طبعا اوروبا كلها النهارده بيلموا ويمشوا في الشارع بيلموا الاطفال اللي بيلعبوا كويس فانا اتمنى اللمحه الجميله دي ان شاء الله في مصر عشان احنا عندنا 1000 محمد صلاح فعلا. صلاح واحد انا بتفق عندنا معاك 1000 محمد صلاح انا بتفق معاك يا باشمهندس مصطفى قول له كلمه اخيره بيوجهها لصوت الناشئين وانا بشكره على حضوره معايا دغني كلمة علي بازي انتاني مو بهذا دو سو كلوب لي بيان اون ريغول اي تو افون لاتخيلمون اون بارل تو مي دون لاتخيلمون اون ريغول با اون في لاتخيلمون سيريو اي سي سو هو بيحب النادي المقاولين قوي بيحب النادي المقاولين جدا جدا هو اول ما دخل كان في هيبه له هيبه النهارده هو مع اصحابه هناك وزمايله في النادي بياخدوا يده مع بعض في الكلام وفرح دلوقتي انه في المقاولين وفرح كمان انه اصحابه دلوقتي بيدعوا عليه وتأقلم وكده وهو سعيد جدا بيهم وبيقول لك كمان سعيد بالكابتن هاني اللي هو بيدربه طبعا كل اتحاد الكابتن هاني سكر والكابتن مصطفى ديده وانا بشكر سراج. والكابتن سراج والكابتن وليد والكابتن صبري على راس راس الكابتن صبري والكابتن رضا بقى اللي بيصورك الجميل والمستشار الاعلامي لفريق 2000 اللي فكرتني طبعا لكل التحيه الاستاذ رضا الشاعر مخرجنا الجميل
عامل شغل كبير على الصفحه فعلا يعني. انا بشكرك يا ميدو وشرفت صوت الناشئين، وان شاء الله نتواصل معك وانت نجم كبير باذن الله. شكرا باشمهندس مصطفى على حضورك. شكرا يا استاذ محمد، وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك هنتواصل معاه دايما باذن الله. ان شاء الله بإذن ان شاء الله. شكرا، الله يخليك. اسمحوا لي هنطلع لفصل سريع وهنستقبل ضيف ضيوفنا من العرس الثقيل جدا، الكابتن عرفه زهران رئيس قطاع براعم والمشرف العام على قطاع براعم نادي حرس الحدود، والكابتن فتحي الكابتن مصطفى السيد مدرب حراس الشباب بنادي حرس الحدود.